فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طبعا جايين مع حضراتكم نكمل كلامنا عن رسالة من أخ محب ليكم، وبنقول فيها: أما أنا لك أن تلتزم؟ ما جاش الأوان ولا إيه؟ أنت هتفضل مكمل كده؟ مش ناوي تقف؟ أما أنا لك أن تلتزم؟ بس خلونا قبل ما نكمل كلامنا عن الالتزام، تعالوا نقول يعني إيه التزم؟ كلمة بنسمعها كتير ومش فاهمين معناها. يعني إيه التزم؟ يقول لك ده ملتزم، ده مش ملتزم. أيوه، يعني إيه ملتزم؟ ملتزم بإيه أصلاً يعني؟ تعالوا نقول بداية كده، الالتزام هو تطبيق عملي للإسلام. الالتزام هو تطبيق عملي للاستسلام لشرع الله. أعمل إيه يعني؟ فعل المأمور وترك المحظور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، نهانا عن نواهي، عن أفعال. يبقى وأقم الصلاة ده أمر، ولا تقربوا الزنا ده نهي. يبقى فعل المأمور وترك المحظور، ذلك هو الالتزام. يبقى المؤمن اللي هيلتزم، الشاب المؤمن، الإنسان المؤمن اللي هيلتزم بفعل أوامر الله وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ده كده إيه؟ اسمه ملتزم. ملتزم بإيه؟ ملتزم بشرع الله. يبقى فعل الخير وترك الشر ده التزام. التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وإقراره، هذا التزام. أمال المشكلة فين؟ المشكلة هما بيخوفونا دائما وأبدا، أو بيحصل حالة تفزيع من الملتزم. يقول لك الملتزم بقى إرهابي، تكفيري، تفجيري، شعارات جامدة جدا جدا، كلام ضخم جدا جدا بيتقال على أي حد يلتزم. الكلام ده مش مظبوط خالص. مين قال الكلام ده؟ الملتزم ده ممكن يبقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الملتزم ده ممكن يبقى طبيب، ممكن يبقى مهندس، ممكن يبقى مدرس، ناس محترمة وناس ليها وضعها في المجتمع، وملتزمة بشرع الله، ملتزمة بدين الله، ملتزمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا جاي النهاردة أكد على معنى مهم جدا، اللي هو ما تخافوش من الالتزام. ما تخافش من الالتزام بدينك. خليك عزيز بدينك. خليك عزيز بدينك، خليك فخور بدينك. ما تخافش تقولش أنا لو التزمت أنا هيحصل لي مشاكل، لو التزمت أنا هيحصل لي ابتلاءات، لو التزمت لا 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 خالص. مين قال كده؟ مش شرط، ممكن يحصل ابتلاءات. واحنا اصلا في العادي حتى الغير ملتزم ما هو مبتلى. هو حد فينا يعرف حد غير ملتزم مش مبتلى؟ في امراض وفي اوبئه وفي ضيق في الارزاق وفي موت وفي خوف وفي حاجات كتيره جدا للملتزم والغير ملتزم. والله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت يوم ما هتلتزم ربنا لو في اختبار، الاختبار ده على قدر ايمانك. ما تخافش من الالتزام. فإن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى هو سبب سعادة الدنيا والآخرة. فالإنسان خلق حنيفا. وقلنا قبل كده أن في حنيف وفي ملحد. الحنيف هو المائل إلى الله سبحانه وتعالى، المائل إلى الحق. طب والملحد؟ المائل إلى الباطل. يبقى الفرق بين الحنيفية أو الحنيف والملحد أن الحنيف مائل إلى الله، مائل إلى الحق، والملحد مائل الى ايه؟ مائل الى الباطل، يميل الى ربه وخالقه وينيب اليه. ولا يستقر قلبه الا بعباده، ولا يستقر قلبه الا بعباده الله عز وجل. وفطرته تقود الى التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن في لكن هنا، ايه هي لكن؟ ولكن فتن الشبهات والشهوات هي التي تحول تمنع بين القلب الانسان وبين ما خلق له. يبقى في حاجات هتمنع الإنسان أو هتحجز الإنسان عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يبقى أغلب الناس هيبقى عندها شهوة، فأغلب الناس هيدخل فين؟ النار. وقليل اللي هيبقى عنده رغبة حقيقية في الجنة، ولذلك حفت بالإيه؟ بالمكاره. طب يعني ايه برضو؟ هنقول قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر. ربنا قدر في علم الازلي ان اغلب الانسان واغلب الحياه البشريه او اغلب البشر هيكونوا في خسران. لانهم ليه؟ هيتبعوا اهواءهم، هيتبعوا شهواتهم، هيتركوا الحق وهو واضح ان الحلال بين وان الحرام بين، هيتركوا الحرام، هيتركوا الحلال الواضح الحق وهيذهبوا لايه؟ للحرام. طب واحد هيجي يقول لي: طب يعني طب ليه كده؟ طب ليه ربنا قدر كده؟ اقول له: ده طبيعة الاختبار، ربنا قدر ان الاختبار يكون كده. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العباد هم الذين يسألون، والله سبحانه وتعالى يسأل عن افعاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده امر من الامور المهمة جدا. دي جزئية. الجزئية الثانية: ربنا قدر الاختبار كده،
قدر ان يكون الاختبار كذا، قدر ان احنا نؤمن به غيبا. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ايه صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اول صفات المتقين في سوره البقره في اول الكتاب ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. يبقى ربنا قدر اننا نؤمن بالله غيبا، ونؤمن بالرسل، ونؤمن بالملائكه، ونؤمن بالجن، ونؤمن بامور غيبيه كثيره جدا 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 غيبا. وده من اماره وعلامه الايمان في القلب. يبقى انا تدبرت في الكون، وتدبرت في البحار والافلاك وعالم الطيور وعالم الاسماك، وايقنت ان لهذا الكون خالق، فبحثت عن هذا الخالق، وصلت الى دين الاسلام بعد العقل وبعد اعمال العقل والفطره والوصول الى الرسل والرسالات وهدايه الله، وصلت الى دين الحق. ان الدين عند الله الاسلام. بدات بقى في المرحله الثانيه زي ما قلنا قبل كده، بدات اتفكر طب اعمل ايه بقى، ازاي اطبق الصلاه، ازاي اطبق الصيام، ازاي اطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ودي من الامور المهمه جدا، وهي التي تمنع من قره عينه واستقرار نفسه وطمانينتها والسكينه بالتوجه الى الله سبحانه وتعالى واتباع انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يبقى في حائل، في حائل، وفي شياطين انس وجن هتحول بيني وبين الله والسير والمصارعه الى الله. طب ليه لا يسال عما يفعل وهم يسألون؟ طب أعمل إيه؟ يلا بينا نتبع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحيي في قلوب المسلمين حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، أختي في الله، أما أنا لك أن تلتزم؟ أما أنا لك أن تلتزمي؟ سؤال جدير بأن نسأله لأنفسنا قبل غيرنا. قبل ما تسأل بقى الناس، اسأل نفسك الأول، أما أنا لك أن تلتزم؟ ولما لا نسأله لأنفسنا وقد سأله الله عز وجل لمن هم أفضل منا؟ فأنزل الله عز وجل على خيرة خلقه بعد أنبيائه، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما هاجروا من مكة إلى المدينة، فوجد فيهم نوعا من التراخي بعد الهجرة وبعد عذاب بقى وتعذيب سنين في مكة، هاجروا من مكة للمدينة، فبدأ يحصل نوع من الإيه؟ من التراخي بعد طول جهاد ومعاناة. فأنزل عليهم ربنا سبحانه وتعالى فقال موجها كلامه لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما أنا؟ ألم يأني؟ أما أنا العودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان لما بيسيب أهله وبيسافر في مكان، بيسيب زوجته وأولاده، بيرق، بيحن، ولله المثل الأعلى. أما أنا لنا أن يعني طريق القلوب لله سبحانه وتعالى؟ أما أنا لنا أن ننكسر لله سبحانه وتعالى؟ أمر من الأمور مهمة جدا حقيقة، طال البعد عن الله، وآن الأوان للعودة والتوبة وتصحيح المسار. على فكرة المؤمن كيس فاطن، وإن كان في الحديث ضعف، المؤمن عنده حكمة. شباب، المؤمن عنده حكمة. ما ينفعش بعد الأحداث اللي احنا عايشين فيها والظروف اللي احنا عايشين فيها، وكورونا ومش كورونا، وحروب بتحصل وزلازل وكل دي علامات ساعة، ولم تابع هاجد أن فعلا سبحان الله يعني تقارب الزمان. والله الواحد سبحان الله بيتعجب من فكرة تقارب الزمان دي. فكرة وأنا صغير كنت دايما بقول يعني تقارب الزمان، يعني من زمان وأنا بحب أقرأ في علامات الساعة وأشراط الساعة، فكان بيستوقفني جدا فكرة تقارب الزمان. يعني ايه تقارب الزمان؟ ما هو اليوم 24 ساعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو اليوم عندنا 24 ساعة. ايه تقارب الزمان؟ ايوه، وكأن البركة انتزعت انتزاع من الأوقات، فبقى الوقت فعلا ما فيهوش بركة الا من أراد الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الأمر. وعلى فكرة أغلب الناس اللي أنا أعرفها بتصلي الفجر بيقولوا إن في أوقات فعلا فيها بركة، الأوقات فيها بركة، ومع ذلك في تسارع. يعني لما بيصليش بقى ومش محافظ على صلاته ومش مرتب مهامه وانجازاته بين الصلاه، ده مضيع نفسه، لان فعلا اليوم عنده يعني كانه اقل من ساعه. لعل اللي بيحافظ على صلاته وصلاه الفجر يكون فعلا في اوقات في حياته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لامتي في بكورها. يبقى الانسان اللي بيلتزم بصلاه الفجر تحديدا، يا شباب تحديدا صلاه الفجر، اللي بيلتزم بصلاه الفجر تحديدا، الوقت ده وقت توزيع البركه. فإما هو كان بيسارع في الخيرات وإن شاء الله يناله من البركة، يا إما كان نايم، كان تعبان، والله الجو ساقع أنا محتاج أنام مش قادر أقوم أصلي. طب إيه اللي حصل؟ خلاص ده حصل حاجة كتير، بدأت يومي بقى بكبيرة من أكبر الكبائر وخارج حفظ وذمة الله، وعندي مشاكل، وهبدأ بقى خبيث النفس كسلان، مشاكل بقى ومنزوع البركة، عد ولا حرج. فمن الأمور المهمة جدا الإنسان يصحضر هذا الأمر. هذا السؤال، أما أنا لك أن تلتزم؟
سؤال لابد أن يسأله كل واحد منا لنفسه ولغيره، فكلنا في حاجة إلى أن نلتزم وإلى أن نجدد التزامنا. ولكننا في هذه الرسالة نوجه السؤال إلى هؤلاء الإخوة الأحباء إلى قلوبنا المؤمنين، لأنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولكن ما زالوا بعيدين عن الالتزام بكل ما أوجبه الله عليهم من دين الله فضلا عن العمل من أجله. فلهم حق علينا، حق الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. من واحد يقول انت ملك بيا، ما تسيبني، انت بتنصحني ليه؟ ده حقك عليا، لان الاصل انما المؤمنون اخوه. ما ينفعش ابقى انا شايف اخويا بيضيع نفسه او اختي بتضيع نفسها وانا اعمل اكني مش شايف. على الاقل ابلغ، على الاقل اذكر، واذكر بالقران من يخاف وعيد. فلهم حق علينا ان نوجه لهم هذا السؤال، اما انا لك ان تلتزم؟ ها مش كفايه بقى ولا ايه؟ بقالنا كتير سنين وسنين بنفعل الذنوب والمعاصي، لنغض البصر، بنفعل الحرام، بناكل حرام، بنشرب حرام، حرام في حرام. أما أنا لك أن تلتزم؟ أما أنا لك أن تعود؟ أما أنا لك العودة إلى رب العالمين؟ وقد يقول قائل منهم، ولما هذا السؤال؟ ولما هذا التذكر بعد طول الصيام؟ أنت لسه فاكرني؟ وأنت جاي تنصحني دلوقتي بعد إيه؟ نقول لك حق في عتابك علينا، أنت ليك حق فعلا، إحنا قصرنا في يعني في الدعوة، ولكن ربما تكون لنا أنواع من الأعذار في تأخرنا في طرح هذا السؤال عليك، ولكن الفرصة ما زالت موجودة لكي نعيد ترتيب البيت الإسلامي من الداخل. ما زالت الفرصة موجودة، نحن وأنت في خندق واحد، المسلمين المؤمنين في خندق واحد. ما تجيش تقول أنا مش دعوة، أنا مش لاعب، لا يعملوا اللي هم عايزين، لا أنا ماشي جنب الحيط. مش مطلوب منك كده خالص، ومش مطلوب منك أنت تعمل مشاكل، مطلوب منك أن تفهم دينك، مطلوب منك أن تتعلم دينك. ولذلك كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ مع الصحابة 13 سنة في درب من الأرقم، وهو يغرس في قلوب الصحابة العقيدة والتوحيد وحب لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم نسمع قط عن أحد من الصحابة قال ليس لي شأن بأمر المسلمين، ولا ليس لي شأن بهم المسلمين، ولا مفيش الكلام ده. أنا طالما ارتضيت أن أنا مسلم يبقى أنا مستسلم لشرع الله. ألف باء تعلم دينك، ألف باء، مش احنا في ألف باء التزام؟ طب ألف باء تعلم دينك، مالكش دعوة خالص بأمور الخلافية، ومالكش دعوة خالص بأي حد بيقول أي حاجة، بس على الأقل تعلم دينك، تعلم دينك، تعلم فقه العبادات، تعلم عقيدة، تعلم توحيد، تعلم يعني إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي أمور ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش أي مشكلة إن أنت تتعلم دينك، إن الفرصة الآن موجودة، لأنك الآن تشعر بصدق. عبد الله الآن بيشعر بصدق أنه في خندق واحد مع المسلمين. لقد مكست أعواما كثيرة وأنت في موقع المتفرج على تلك المعركة التي تدور بين الكفار وبين من أطلقوا عليهم وصف المتطرفين والإرهابيين، وكأن المعركة ليست بين الإسلام والكفر، أو بعبارة أدق وكأن المعركة ليست بين بني الإسلام وبين الشيطان، شياطين الإنس والجن، الذي أخذ على كاهله أن يضل بني آدم حقدا وحسدا. لما حسد أباهم آدم عليه الصلاة والسلام أولا، ثم حسدهم هم ثانيا. ظللت يا عبد الله تتفرج على هذه المعركة وأنت مخدوع بهذه الشعارات أنهم لا يحاربون المتطرفين، لا يحاربون إلا الأهل البدع، فإذا بك تفيق على أنواع من الحروب الشرسة على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. حرب اقتصادية هدفها تشريد شباب المسلمين ونشر البطالة بينهم. حرب أخلاقية أنت ميدانها الأول. أشد من ذلك وأطم حرب عقادية. حرب عقادية، فعقيدتك مستهدفة إلى حد أن يطعن، إلى أن يطعن في قرآنك، لا في بلاد الكفر فقط بل يا عبد الله وفي بلاد المسلمين. وصلت الحرب إلى حد أن يطعن في رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر هذا الطعن على رؤوس الأشهاد علّه ينال من عقيدتك. هل صدقت الآن أنك معنا في خندق واحد؟ أنت معنا الآن في خندق واحد، شئت أم أبيت، لأنك مسلم مستسلم، تحب الله، تحب رسول الله، تحب شرع الله، وشئنا أم أبينا كلنا في خندق واحد. ولكن للأسف أنت واقف على باب الخندق، فلماذا تصر يا عبد الله على وقوفك على باب الخندق؟ إن شاء الله بإذن الله نكمل إجابة هذا السؤال بعد الفاصل. فاصل ونواصل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
رجعنا تاني نكمل كلامنا مع عبد الله وهو في الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. محتار عبد الله يمشي مع مين، يروح فين، يسيب الصحبة السوء، يبدأ يدور على الصحبة الصالحة، طب يعمل ايه، يروح فين. عبد الله واقف على باب الخندق، مش راضي يدخل، مش راضي يلتزم، لسه قلبه متحجر. فبنقول له اما انا لك ان تلتزم وتدخل مع اخوانك في الخندق. ايه هو الخندق؟ هنشوف ايه هو الخندق. لماذا تصر على الوقوف يا عبد الله على باب الخندق؟ ولك ان تتخيل مقدار العبء الذي يتركه الواقف على باب الخندق على اهل هذا الخندق. يعني هم موجودين متمسكين بدين الله، متمسكين بشرع الله، وفي واحد واقف، انت واقف انت مش عارف هو ايه، انت ما تيجي معانا، ما تمشي معانا، ما تمشي مع الصحبه الصالحه، ما تمشي مع الناس اللي التزمت بدين الله، ما تمشي مع الناس اللي التزمت بشرع الله، ما تمشي مع الناس اللي بتحب ربنا وبتحب رسول الله، مش اهل بدع واهل قبور واضرحه ونذر لغير الله وذبح لغير الله وموالد. لا لا لا، اتبع المنهج السلف الصالح يا عبد الله. هناك ان تتخيل مقدار العبء الذي يتركه الواقف على باب الخندق على اهل الخندق، لا سيما وان كان غير مستشعر انه في حاله حرب اصلا. نعم اننا في حاله حرب حقيقيه، ان لم تستشعرها فيما ذكرنا من حرب اولياء الشيطان علينا فاسمع الى قول الله عز وجل وهو يصف لك حرب الشيطان نفسه على بني ادم. فقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم وصف الله عز وجل لك الخندق. إيه هو الخندق؟ أنت هتقلقنا ولا إيه؟ لا، اعرف إيه هو الخندق، احنا ما نتكلمش عن أي حاجة خالص، نتكلم إيه هو الخندق. إيه هو الخندق؟ وصف الله عز وجل لك الخندق الذي ينبغي أن تفر إليه، وقد فررت إليه بالفعل وقطعت نصف الطريق إليه. لا، بل قطعت معظم الطريق. لا، بل قطعت كل الطريق وتقف على باب الخندق، ولكنك ما زلت للأسف واقف على الباب. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذا أردت أن تكون ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا هو الخندق الذي كان ينبغي يا عبد الله أن تفر إليه، ولكنك وقفت على بابي. فلا أنت احتميت من هجمات الأعداء ولا الأعداء كفوا عنك، لأنهم يعرفون أنك توشك أن تدخل إلى الخندق فتحتمي به، وهم يريدون أن يخرجوك. إيه تاني الخندق؟ التزام بشرع الله. إحنا بنتكلم عن أريد أن ألتزم، صح؟ أما أنا لك أن تلتزم، أما أنا لك أن تلتزم. فإحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن التزام بشرع الله، التزام بدين الله، التزام بالأوامر، ترك النواهي، فعل الخيرات، تحلية بالطاعات، تخلية عن الذنوب والمعاصي، تبديل الصحبة السوء بالصحبة الصالحة. هو ده الخندق اللي إحنا عايزين نعيش فيه، هو ده الخندق، الالتزام بشرع الله. طب ليه كل ده كده؟ لان السلعة غالية. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. فهل آن لك يا عبد الله ان تدخل؟ هل آن لك ان تتحصن بعبادة الله؟ هل آن لك ان تعتصم بدين الله؟ هل آن لك ان تتوكل على الله تبارك وتعالى؟ بس بجد، مش مجرد كلام، مش مجرد كلام. ما كل يقول لك انا عايز ابقى ملتزم، ما كل يقول لك انا بحب دين ربنا. ايوه، بس احنا بنتكلم على تطبيق عملي. مش كده تفتكروا معايا اول ما اتكلمنا عن معنى الالتزام قلت ايه؟ قلت هو تطبيق عملي. الالتزام هو تطبيق عملي للاسلام، تطبيق عملي للاستسلام، تطبيق عملي للاستسلام لشرع الله، تطبيق عملي. فده امر مهم جدا. فان اخوانك الذين من الله عليهم بالالتزام من قبلك، الذين يحاولون ان يكونوا ملتزمين بحق، من جملة التزامهم أن يهتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيأخذون بحجز إخوانهم عن النار. فهل آن لك أن تكون واحدا منهم؟ على فكرة، مش معنى الإنسان التزم أن هو كده مركب أجنحة وبقى ملك يمشي بين الناس. لا، ممكن يقع في الخطأ، ممكن يقع في الذنب والمعصية، وممكن يترتب طبعا عن الذنب والمعصية اللي هيعمله ده يترتب عليه عذاب أليم في النار إذا شاء الله. لكن يظل في الآخر أن الإنسان الملتزم إذا وقع في ذنب ومعصية يجدد التوبة، يسارع لربه بالعودة. لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يعودون. الله سبحانه وتعالى يقدر الابتلاء ويقدر الأمراض ويقدر الأوبئة حتى نعود، حتى نصحح المسار لرب العالمين.
هل آن لك أن تبدأ بنفسك فتنهاها عن غيها ثم تشرع في الأخذ بحجز غيرك فتمنعه من النار؟ هل آن لك أن تدخل في هذا الشعار الذي أطلقه سبحانه صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة يا شباب، أنا بتعبد لله حتى أعبد الله على بصيرة، أنا بتعلم العلم الشرعي حتى أتعبد لله على بصيرة، على علم، على نور، على هدى. الأمر مهم جدا جدا جدا، عشان كده بيبدأ طريق الالتزام، وهنشوف الكلام ده معنا في الرسائل القادمة بإذن الله. هيبدأ الطريق فعلا بطلب العلم الشرعي النافع، تعلم عقيدة، تعلم توحيد، تعلم ديني، تعلم فقه العبادات، أعرف إزاي أتوضأ، إزاي أغتسل، إزاي أصلي، إزاي أتطهر. فده من الأمور المهمة جدا. فأنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بطلب العلم حتى تتعبد لله على بصيرة، وترفع عن نفسك الإيه؟ وترفع عن نفسك الجهل. أخي الحبيب، أما أنا لك أن تركب معنا؟ ليش الأوان بقى تركب ولا إيه؟ أنت هتفضل طول عمرك على الشط واقع في الذنوب والمعاصي، مش هاين عليك تركب مركب اللي أنت ارتضيتها عشان تاخدك لبر الأمان؟ هتفضل دايما واقف على الشط؟ وزي ما احنا قلنا قبل كده، احنا هنتكلم كتير عن رحلات بحريه وجويه وبريه، لان فعلا الطريق الى الله رحله. اخي الحبيب، اما انا لك ان تركب معنا؟ هذا النداء الذي وجهه نوح عليه الصلاه والسلام لابنه ان يلحق بسفينه النجاة، وقد كانت سفينه ماديه حقيقيه، كانت سفينه بجد مش مجرد تشبيه، كانت سفينه بجد، وكانت الامواج تلطمها من كل جانب، ولم يكن هناك عاصم من هذه الأمواج إلا أن يؤمن الإنسان فيمن عليه ربه سبحانه وتعالى بأن يجعله من ركاب هذه السفينة. يبقى هو بيدعو الله سبحانه وتعالى أن هو يكون من ركاب سفينة الحق، ولا يرتضي نفسه الدون، ولا يرتضي نفسه الزلة، ويقول أنا هفضل قاعد هنا وهم يمشوا، أنا مش هركب معاهم، أنا قاعد على الشط هنا في الذنوب والمعاصي، ما كل الناس بترشي، ما كل البنات مش لابسة حجاب، ما كل الناس بتفعل الحرام، ما كل الناس بتسمع موسيقى، ما كل الناس بتسمع أغاني، ما كل الناس بتشاهد المسلسلات والأفلام، ما كل وراضي بالذنوب والمعاصي على شط المعاصي. أما أنا لك الأوان، وأما أنا لك حبيبي عبد الله أن تركب وتصحح التوبة لله وتركب السفينة وتلحق بالركب. ولكن ما زال المثل قائما، وما زالت أمواج الشهوات والشبهات تعدل تلك الأمواج التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عقوبة لهؤلاء الذين كفروا بنوح عليه الصلاة والسلام. ما زالت هذه الأمواج متلاطمة، وما زالت توجد سفينة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تلك السفينة التي قال عنها الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح في كل زمان وفي كل مكان، من ركب بها نجا ومن لم يركب بها هلك. أخي الحبيب، ما لي أراك معرضا عن السفينة مكتفيا بالسباحة؟ وهل تجد السباحة مع هذه الأمواج المتلاطمة؟ تقول أنا أركب سفينة، لا بعرف أعوم، أنا بعرف أعوم، أنا هسبح، حتى لو هسبح ضد الطيارة فأنا بعرف أعوم. ده كلام جهل لا يدل أبدا على عقل. مش معنى أنك بتعرف تعوم انك مش هتركب السفينة. السفينة طوق نجاة، والسفينة فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. ما لي اراك تسبح عكس الطيار، انك ان استمرت على هذه الحال توشك ان تغرق والعياذ بالله. عبد الله، السفينة موجودة، والسفينة عامرة، وفيها اخوة ينادونك: اما انا لك ان تلتزم يا عبد الله؟ يناديك ركابها: اركب معنا يا عبد الله. فهل آن لك أن تركب؟ هل آن لك أن تلتزم؟ هل آن لك أن ترجع إلى ربك؟ هل آن لك أن تكون أحد ركاب هذه السفينة؟ أنا أقول هذا الكلام والله لنفسي قبل أن أقوله لأي أحد من يعني إخواتي في الله. فعلا يجب أن نصحح المسار، في تقارب للزمان، وفي قبض العلم بقبض العلماء وأرواح العلماء، ونسمع كل يوم عن موت عالم في دولة كذا وموت عالم من علماء السنة في دولة كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم يعني موتى وعلماء المسلمين. الوضع صعب صعب، فتن الشهوات والشبهات كثيرة جدا كبيرة جدا، ليس لنا إلا الله، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. أخي في الله، أختي في الله، ما زال في العمر بقية، وما زال باب التوبة مفتوح، ما زال باب التوبة مفتوح. طب ده أنا عندي ذنوب ومعاصي كتير، ما زال باب التوبة مفتوح. ده أنا فعلت كبائر كتير في حياتي، ما زال باب التوبة مفتوح.
ده أنا عندي جبال من سيئات، ما زال باب التوبة مفتوح. ده أنا فعلت ذنوب ومعاصي كتير وكتير، ما زال باب التوبة مفتوح. لا تقنط أبدا من رحمة الله، لا تقنط أبدا يا عبد الله من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أخوتي في الله، ما زال في العمر بقية، ما زال باب التوبة مفتوح. أما آن لك يا عبد الله أن تعود؟ أما آن لك أن تلتزم بشرع الله؟ أما آن لك أن تعود وتصحح المسار لرب العالمين؟ يعني في النهاية إن شاء الله نكمل كلامنا، نكمل رسائلنا في أما آن لك أن تلتزم في الرسالة اللي جاية إن شاء الله. هنقول كلام مهم جدا جدا جدا، انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا، اللهم تجاوز عن خطايانا الرحمن الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على رسول الله مصطفى صلى الله عليه وسلم. ما ننسوش دائما وأبدا دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،